بسم الله بسم الله وكفى الصلاة والسلام على المصطفى. الآن نقارب بكل جد وأدب بعض آيات من هذه السورة الكريمة. اقرأوا ياسين على موتاكم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الحريص على مصلحتنا في الدنيا وأثناء الحياة المرزقية وبالآخرة. وصدق رسول الله قائلنا الأعظم حبيب الله عليه الصلاة والسلام منه. والصلاة والسلام نشترك فيها مع الملائكة الكرام عليهم السلام لكي يزداد نبينا رفعة وقدرا. ويقول نبينا يصارح لنا أنه بسبب هذه الصلوات النبي عمل قلوبنا الطاهرة ما يبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام المقام الأعلى عند الأعلى سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله.